الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. مشاهدي الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني الكتاتيب القرآنية. هذا البرنامج الذي يعنى بالقرآن الكريم وبأهل القرآن وبرياض القرآن وبقلاع القرآن. محطتنا اليوم مدينة علمية، عاصمة هذا البلد الحبيب العلمية، مدينة القرويين، مدينة العلماء. نحن اليوم بمدينة فاس، نعم، لنشاهد هذا الروبورتاج الذي يقربنا أكثر من هذه المدينة. فاس العاصمة الروحية والعلمية للمملكة منذ 1981، والمدينة مصنفة كتراث إنساني عالمي، أما تاريخها فيعود إلى القرن الثاني الهجري أي الثامن ميلادي. انتشرت بفاس العديد من المساجد، إلا أن أشهرها على الإطلاق هو جامع القرويين، وقد بقي الجامع والجامعة العلمية الملحقة به مركزا للنشاط الفكري والثقافي والديني قرابة 1000 سنة. فاس اشتهرت أيضا بانتشار الكتاتيب القرآنية، لما لها من دور أساسي في تلقين وتحفيظ الناشئة كتاب الله عز وجل وفق منهج عملي تورثه المغرب منذ القدم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كتاب السلام هو نموذج لمثل هذه المؤسسات التي تعنى بالقرآن الكريم حفظا وترتيلا وتجويدا وتفسيرا، عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طرق التلقين في هذا الكتاب لا تختلف عما تورثه الخلف عن السلف، وأغلب حافظة القرآن يبدأون من سن مبكرة، يجلسون على الأرض أمام المدرر في صفوف منتظمة على شكل حلقات، وغالبا ما يعتمد في التحفيظ على وسائل معروفة من ألواح خشبية وأقلام، وعندما ينتهي التلميذ من حفظ ما كتب يؤذن له بمحو البالية أي الوجه القديم، ويكتب الجديد أي ما كتب جديدا ولم يقرأ بعد أو يحفظ. وهنا تلاميذ آخرون مع المدرر، يعين لتلميذ سورة أو مجموعة من السور لقراءتها خلال ذلك اليوم ويتلوها مرة أولى أمامه، ثم يحاول تتبع تلاوة المدرر بالإشارة إلى الكلمات في النص الموجود أمامه قبل أن يذهب التلميذ إلى مكانه ليقرأ سورته تلك مرارا وتكرارا. شاهدنا مشاهدي الكرام هذه الصور المعبرة، أنتقل بكم إلى نقطة خاصة، وهي هذه النقطة الذي أو التي نحن ضيوف عليها هذا الكتاب، كتاب السلام أو مسجد السلام. هذا الكتاب الذي يفيض روحانية ويفيض قرآنا وحفظا وأداء وتلاوة وتجويدا، شيء يدعو إلى الفرح وإلى الحبور. حتى أقربك مشاهدي الكريم من هذه الصورة أكثر، يحضر معنا ضيفان كريمان هما مشرفان على هذا الكتاب، وسوف يقربانك من هذا الكتاب الجميل والكتاب العتيد. معي أخي وأستاذي سيد محمد العمر، مرحبا بكم أستاذي، وكذلك أستاذ سيد محمد الفاروني، مرحبا بكم أخي، كيف أحوالكم؟ طيب أستاذ الكريم، هذا الكتاب أنتم قيمون عليه وتحفظون التلاميذ القرآن الكريم ومحافظة على القرآن الكريم، قبل أن أتناول الكتاب بالموضوع أود منكم أن تعرفونا بنفسكم حتى يعرف المشاهد الكريم من هو سيد محمد العمراوي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
في البداية شكر الله لكم سعيكم وسدد خطاكم ووفقكم لخدمة القرآن الكريم وخدمة أهل القرآن الكريم ونشر القرآن في الأمة، وهذا مما يتنافس فيه الصالحون ويتسابق إليه أهل الله جل وعلا، ولذلك هو عمل شريف تؤجرون عليه وتغبطون عليه، فنسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد. أنا ولدت في قرية قرب مدينة الرصاني في جنوب شرق المغرب، ووجدت أهل قريتنا، قرية تسمى أبو عصامت، يحفظون القرآن الكريم بكثرة كبيرة، بحيث كان فيها جودية المحاضرات، وكل محاضرة فيها أكثر من 100 طفل اللي كيتوافدوا على حفظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى الذين يأتون من خارج القرية لحفظ القرآن الكريم في القرية. كما نشأت في عائلة كل أفرادها من أهل القرآن الكريم، الوالد رحمه الله كان من أهل القرآن وإخوتي جميعا من أهل القرآن، فإذا هذا طريق القرآن الكريم وبيئة القرآن الكريم بيئة وجدتها موجودة، فاستمرت بفضل الله تعالى وبإلحاح الوالد رحمه الله تعالى، الإلحاح الشديد جدا، حيث كان لا يرى أن أحدنا يستحق أن يكون ولدا له إلا بحفظه القرآن الكريم. حفظت ما تيسر في هذه القرية، ثم على يد شيخ اسمه مولاي إدريس الفروي العلوي من أولياء الله الصالحين كما يجمع على ذلك أهل المنطقة، ثم بعد ذلك انتقلت لحفظ القرآن الكريم على يد شيخ آخر اسمه سيدي حسن المنوقي في منطقة تسمى السيفاء قرب أرفود، ثم بعد ذلك انتقلت إلى إتمام حفظ القرآن الكريم على يد شيخ اسمه سيدي الحاج عبد القادر فائز في قرب منطقة تسمى الحارت قرب مدينة تنغير، ثم بعد ذلك في منطقة تسمى السافت قرب مدينة أوطة الحاج على يد فقيه كريم اسمه سيدي عبد الكريم أبو هرير. بعد هذه الجولة من أجل القرآنية من أجل حفظ القرآن الكريم انتقلت إلى جامع القرويين لدراسة العلوم الشرعية، وفعلا بدأت في الدراسة في جامع القرويين، وهنالك وجدت شيخا متقنا مجودا سبعيا هو سيدي الحاج المكي بن كيران رحمه الله تعالى، وجدت أنه يدرس تطوعا القرآن الكريم بالروايات والقراءات المختلفة، فيسر الله تعالى أن أقرأ عليه رواية ورشين وقالون وحفص وشيئا قليلا من رواية حمزة من قراءة حمزة، فكانت هذه الجولة مع القرآن الكريم في مناطق مختلفة من المغرب، وكان آخرها إذن بمدينة فاس. بعد إكمال الدراسة بجامع القرويين أو قبلها في الحقيقة، قبل إكمال الدراسة بجامع القرويين كنت أجتهد مع بعض الأحبة ومع بعض الإخوة الحاملين للقرآن الكريم من أجل نشر القرآن الكريم في الأمة وتحفيظ القرآن الكريم لشباب الأمة، لأن هذا دين نرده فقط كما أخذناه عن مشايخنا وعن آبائنا وعن من سبقنا، نجتهد في أن نعطيه لمن يأتي بعدنا، ويسر الله تعالى أن يكون ذلك أن يعطي ثمرة مهمة ونتيجة متميزة. فكان كتاب مسجد حفصة مع بعض الصالحين وعلى رأسهم الدكتور سيدي عبد الله غزيوي وأخي سيدي محمد الفاروني، واستمرت هذه المسيرة في هذا الكتاب إلى أن افتتحنا أبواب هذا الكتاب اللي هو كتاب مسجد الكتاب. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب أستاذ سيدي محمد، بعد هذه المحطات القرآنية التي سردها الأخ الكريم، أود منكم أن تعرفوا المشاهد الكريم بمن هو
سيد محمد الفاروني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد معلم القرآن الكريم والحكمة النبوية. الاسم محمد الفاروني، ولدت بقبيلة بني مزقلدة، هذه القبيلة توجد بإقليم وزان، تبعد عن وزان بحوالي 50 كيلومترا. أول الأمر دخلت إلى الكتاب وسني يتراوح بين 5 والـ6، فبدأت الحفظ على شيخي وعمي في نفس الوقت سيدي مفضل الفاروني. طبعا القرية هي قرية صغيرة جدا، ولكن الناس كانوا يتنافسون على إدخال أبنائهم للكتاب، وخصوصا أذكر هنا حرص الوالد والوالدة، سأل الله أن يبارك فيهما. فقد كان أبي يقول حفظه الله: إني قد وهبتك للقرآن، هكذا كان يعبر بهذا التعبير. وما زلت أذكر أن أبي كان يحتاج إلى من يساعده في الحقل، لأن أنا كبير إخوتي، فكانت أمي تتطوع لمساعدته ولا تسمح لي أن أعينه أو أن أساعده. كان يقولان لي: أنت قد وهبت لأجل القرآن، لا تساعدنا ولا تعمل معنا ولا أي شيء. فأذكر هذا وأدعو معهما حين أذكر هذا الجميل. إذن بدأت الحفظ، فتقريبا حوالي مكثت حوالي 3 سنوات، فختمت القرآن الكريم الختمة الأولى على عمي، ثم الختمة الثانية، ثم الثالثة حفظت فيها القرآن الكريم. ثم درست على شيخ آخر اسمه سيدي الخمر بن أحمد، ثم أيضا سيدي محمد الفقير، هذا بقريتنا، ثم سيدي بوشتق طيب. هنا انتقلت إلى مكان آخر بقبيلة سطة، وهي قريبة من قبيلتنا، ثم بعد ذلك انتقلت إلى قبيلة بني ورياقل، ثم إلى قبيلة سلاس، ثم حط الرحال أيضا بقبيلة غمارة شفشاون، ثم بعدها انتقلت إلى قبيلة بني زروال، أخذت فيها ما شاء الله من حفظ القرآن الكريم، ثم ختمت على يدي أحد الشيوخ الأجلاء بقبيلة بني مسارة، هو سيدي عبد السلام من دوار بن زياد بقبيلة بني مسارة، وهذا معروف تخرج عليه العشرات من الحفاظ ومن قراء القرآن الكريم. عندما ختمت القرآن الكريم يعني حوالي 6 ختمات باللوح طبعا، كما هي الطريقة المشهورة في مغربنا الحبيب، بعدها درست شيئا من العلوم الشرعية بقبيلتنا، رجعت إلى قبيلتنا بالضبط بدوار بني ربيعة على يد شيخي الذي افتتح لي الطريق في دراسة العلوم الشرعية، الحاج سيدي أحمد الوردي، اللي هو الآن مدير معهد الإمام مالك بتروال. بعد سنة انتقلت إلى الدراسة بجامع القرويين سنة 91، درست على يد جملة من الشيوخ، ومن الشيوخ الذين درست عليهم يعني القرآن الكريم أو أخذ رواية قالون عن شيخي الذي ذكره صديقي وزميلي في الدراسة سيدي محمد العمراوي، الشيخ سيدي المكي بن كيران، أخذت عنه رواية قالون. فهنا يعني انتهيت من حفظ القرآن الكريم ومن أخذ رواية قالون، واستمررت في الدراسة بجامع القرويين إلى أن تخرجت سنة 2004، والحمد لله. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يبارك في جهودكم. اللهم أمين. أكرمكم الله أستاذي. طيب مشاهدي الكرام، معنا هذان الضيفان الكريمان وهما من أهل القرآن، وحتى أقربك مشاهدي الكريم من كتاب السلام، سوف يسترسل ضيفنا الكريم سيد محمد بأن يعرفنا ما هي الكتاب دار السلام أو مسجد السلام. أستاذي أود منك أن تبين لي الإطار الجغرافي
لهذا الكتاب؟ أين يتواجد الكتاب من حيث أو باعتبار مدينة فاس؟ كتاب مسجد السلام من ناحية الجغرافية في يوجد بالجهة الشرقية الجنوبية لمدينة فاس، وبمعنى آخر يمكن أن نقربه ببعض المعالم الكبرى الموجودة في هذه المنطقة، فهو يوجد قرب ثلاثة معالم كبرى، أولها كلية الشريعة بفاس، وثانيها المركب الرياضي بفاس، وثالثها مستشفى الحسن الثاني بفاس، وهذه معالم كبيرة ومؤسسات مهمة وضخمة ومعروفة. وتلك بوجود أنه يعني أحدد هو يعني هو في الزاوية بالنسبة لهذه المعالم الكبرى الثلاث. نعم. وإذا هو في ومن جهة أخرى هو قريب لما يعرف هنا في فاس بطريق صفرو، وقريب بنسبة ما إلى كلية الآداب سايس التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله. هذا بالنسبة لإطار الجغرافي. بالنسبة لإطاره التاريخي، كيف نشأ هذا الكتاب؟ وكما يعني استفدت من كلامكم أول الحديث أنه تفرع عن كتاب حفصة، أو كملحق. أود منك أن تحدث المشاهد الكريم حول النشأة وتطور لهذا الكتاب. هو كتاب مسجد السلام فعلا جاء تلبية لرغبة ملحة وكبيرة من بعض الشباب، ذلك أن كنا في كتاب حفصة نجد أنفسنا محرجين حرجا لا يعلمه إلا الله تعالى من كثرة الراغبين في حفظ القرآن الكريم، بحيث الكتاب في مسجد حفصة كان قبل افتتاح هذا الكتاب يضم ما بين 60 و70 طالبا داخليا، وكان عندنا دفتر لتسجيل الراغبين في الحفظ يصل فيه عدد المسجلين في غالب الأحيان نقول دائما أكثر من 200 شخص يرغب في الالتحاق بمسجد حفصة لحفظ القرآن الكريم. فهذا جعلنا نفكر تفكيرا جديا في افتتاح مكان آخر لاستيعاب ما يمكن استيعابه من هؤلاء الشباب الذين يرغبون في حفظ كتاب الله عز وجل. فوفق الله تعالى في افتتاح هذا المكان. طبعا لست أنا الذي افتتحته، وإنما أنا جزء من مجموعة من 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 الأحباء ومن الفضلاء تعاوننا على هذا الخير، وتم افتتاح هذا الكتاب في الشهر التاسع من أو الشهر العاشر من عام 2009، وكان عدد الطلبة تقريبا 10 طلبة في هذه الحدود، من 7 إلى 10 داخليون طبعا. ثم بعد 4 أو 5 أشهر في 20/2/2010 وصل العدد إلى 20، ثم استمر العدد في الزيادة إلى أن وصل الآن أو يعني في آخر 2010 وبداية 2011 وصل العدد إلى 60، ثم هو الآن في حوالي 68 إلى 70، لا نتجاوز 70 ولا ننزل عنها كثيرا، يعني لا ننزل إلى 60 ولا نقارب النزول إلى 60، دائما نقارب 70، لأن الطاقة الاستيعابية للكتاب لا تتحمل أكثر من هذا العدد. فإذا من أواخر 2009 إلى اليوم وهذا الكتاب يشتغل في تحفيظ كتاب الله عز وجل بهذا الكم من الطلب الداخليين. طبعا هنالك أبناء الحي الخارجيون، وهنالك الفتيات، وهنالك النساء، وهنالك إلى آخره. سبحانه وتعالى نوعية الطلبة المتواجدين بالكتاب. سيد محمد، هل لديكم ما تضيفون حول البطاقة التعريفية لهذا الكتاب؟ هذا الكتاب كما ذكر أخي وصديقي كان بعد أن كان طلب من طرف تلاميذ أو من طرف الناس الراغبين في حفظ القرآن الكريم، بعد أن تكاثر وتزايد الطلب فكرنا جميعا أن نقوم بهذا الواجب. أولا هو اختيار الله عز وجل لنا، هذا اختيار اختار الله
فاخترنا هذه نقول هذا المشروع لأن مشروع يحتاج إليه المغرب، لأن المغرب عرف عبر التاريخ بحفظة القرآن الكريم. المغرب يعتبر خزانا لأهل القرآن الكريم، المغرب خزان لأهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح. فنحن رأينا أن من واجبنا، من الواجب علينا أن نسهم بإنشاء هذا الكتاب لنلبي تلك الرغبات الكثيرة ولنلبي تلك الطلبات المتزايدة، سواء من داخل فاس أو من عدة مناطق. يأتي إليك الإنسان ويقطع مئات الكيلومترات لأنه يسمع بالكتاب، فيطلب بكتاب حفصة، فيطلب أن يلتحق ابنه بالكتاب أو أخوه أو ابن أخيه إلى آخره. فقلنا لا بد أن ننشئ هذا الكتاب. فعلا في سنة 2009 أنشئ هذا الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى، وتضافرت الجهود ديال الأصدقاء والزملاء لكي ينشأ هذا الكتاب، فوفق الله عز وجل وأنشئ هذا الكتاب. وكيف ما ذكر الأستاذ الكريم أن في البداية بدأنا بعشر طلاب، لأن نحن نؤمن في هذه المؤسسة أن نأخذ من بدء التدرج، لأن بدء التدرج يعطي للإنسان فسحة، يعطي للإنسان فسحة للتفكير، فسحة للتخطيط، فسحة للبرمجة، فسحة للتهيئ، حتى إذا أتى الطلبة يكون الإنسان على استعداد فكريا ونفسيا ووجدانيا. لأن هؤلاء الطلبة يحتاجون إلى رعاية، إلى رعاية كبيرة، يحتاجون إلى مواكبة. ولذلك إذا بدأ الإنسان بعدد كبير ربما ما يستطعش يواكب. فإحنا بدينا بعشرة ديال الطلاب، ولكن ما مرت السنة والسنتين حتى وصل العدد إلى ما ذكر أستاذ الآن، عدد الطلبة يصل إلى حوالي 70 طالبا، كلهم يعني يقيمون هنا، يعني يستفيدون من المأكل ومن المشرب ومن المأوى ومن التطبيب. يعني الحمد لله الإخوة والأصدقاء الساهرون، نحن جميعا نسهر على راحة الطلاب حتى يحفظوا القرآن في جو من الراحة وفي جو من الطمأنينة. أحسنتم سيدي. طيب سيد محمد، بعدما تحدثت عن إطاره التاريخ والجغرافي للكتاب، أود منك أن تضعنا في الصورة أكثر، يعني هذا الكتاب عدد الطلبة أشرتم إليه يعني يقارب 70 أو يزيد أو أقل، هل هم داخليون؟ هناك وافدون؟ هل طلبة كل من منطقة فاس؟ هل هناك العنصر النسوي وهناك ذكور وإناث؟ هل كلهم سواء في الحفظ؟ أود منك أن تتحدث أكثر حول هذا النقاط. هو بالنسبة للطلبة طبعا هنالك أصناف، طلبة داخليون وطلبة خارجيون، ويمكن تقسيم داخليون معنى داخليون أكثر. الداخليون معناها هو أنهم يقيمون في الكتاب، يقرأ يتعلمون القرآن الكريم ويأكلون وينامون ويستفيدون من التطبيب، ويعني هم من مناطق بعيدة ومن مناطق نائية ومن جميع مناطق المغرب، ولذلك مكانهم هو هذا الكتاب، بمعنى لا يرجعون إلى بيوتهم ولا. نعم أسمح فكرة أثر الأستاذ ويعني أكتم التطبيب، كيفية التطبيب؟ هل هناك شراكة مع جمعية أطباء أو هناك طبيب خاص يزور الكتاب، أو أريد توضيح أكثر؟ هذه الأمة أمة الخير أكيد، والقرآن يتنافس الجميع من أجل خدمته ومن أجل تقديم شيء للقرآن الكريم ليجده المقدم بين يدي الله عز وجل. ولذلك ليست لنا شراكات بمعنى الشراكة المكتوبة المحددة البنود المحددة، ولكن لنا شراكات مفتوحة. هنالك أطباء يزوروننا ويتصلون بنا باستمرار، يعرضون خدماتهم من أجل تطبيب الطلبة. فقبل يومين مثلا أرسلت 3 طلبة لأحد الأطباء
يعني راقبهم وفحصهم وأعطاهم ما عنده من أدوية وإلى آخره. هنالك أطباء نزورهم في بيوتهم إن كان المشكل ليلان، هنالك أطباء نتصل بهم عبر الهاتف فيستجيبون في اللحظة والساعة، هنالك مستشفيات المنطقة بخصوص المستوصفات القريبة من المكان الذي نوجد فيه يستقبلون طلبتنا بكل فرح بكل سرور. أيضا هم يزوروننا إذا كان هنالك من تلقيح أو من أي شيء آخر، هم يعرضون خدماتهم ويأتون إلينا ويقدمون هذه الخدمة للطلبة. فالحمد لله هنالك يعني أطباء من يعني تخصصات مختلفة، أطباء أسنان وأطباء عيون وأطباء يعني من عدد من التخصصات، وهذا إن دل على شيء فيدل على أن هذا القرآن نحن متساوون فيه وكل يجتهد في أن يقدم لمتعلم القرآن ما يستطيع من خدمات. طيب عند هذه النقطة التطوعية وهذه النقطة الإحسانية أقف حتى نكمل في حلقة مقبلة إن شاء الله، وكذلك أودعك سيدي محمد على أمل لقائك في حلقة مقبلة إن شاء الله. شكرا. مشاهدي الكرام، قد لاحظتم معي كيف أن القرآن وأهله يحبهم الله عز وجل ويهيئ لهم أسباب الخير، والناس يحبون القرآن ويحبون أهل القرآن، وكيف لا وهم أهل الله وخاصته، فمن أكرمهم فقد تقرب إلى الله بقربان لا يعلم أجره إلا الله. والله هو الذي يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إلى هنا أودعك مشاهدي الكريم على أمل اللقاء بك في حلقة مقبلة إن شاء الله، وإلى ذاك الحين أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع القرآن تلقانا زاهرا وريحانا وقلبا فاض إيمانا وعقلا بات نشوانا، لمسنا الخير نرجو